في هذه التشاركية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات. تم تشكيل هيئات استشارية ثلاثة القرار بتاريخ 24 فبراير 2023 بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة. السيد الرئيس بالنسبه للجنه اعداد التراب هناك مشروعات اتفاقيه شراكه بين الجهه. الاولى مشروع اتفاقيه شراكه بين الجهه ومجموعه الجماعات الترابيه جنان سكين. كلا ساعات حول اتفاقيه متعلقه بمشاريع معروضه على جنس الفلاحه والبنيه القرويه متكونه من ثلاث انتهت بعون الله اشغال الدوره العادية لمجلس جهات فاس مكناس يومه 6 مارس 2023، وتم التداول بشأن النقاط جميع النقاط الواردة بجدول الأعمال. وكما لاحظتم فإنها كلها كانت حمولة ذات حمولة تنموية ذات حمولة تراعي حاجيات الجهة قدر الإمكان، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الثقافي أو على مستوى كذلك انفتاح الجهة على غيرها من الجهات الأخرى، وخاصة تلكم الإفريقية مع تمتين أواصر الصداقة مع الجهات الأوروبية. عن وعي نحن منفتحون على الجهات المثيلة ديالنا في اتجاه جنوب تمشيا وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، توجيهات ديال بلادنا التي اليوم اختارت أن تشتغل بهذا المنهج دون أن تغفل كذلك ما ينبغي القيام به مع شركائنا في الشمال، أي في شمال المملكة. أيضا لابد أن أشير إلى اتفاقية نعتبرها ذات أهمية قصوى، وهي سواء من حيث حمولتها الاجتماعية أو من حيث الحمولة المالية والتكاليف المالية المتعلقة بالمستشفيات ديال الجهة في عمالتي وأقاليم الجهة، بحيث كل إقليم غادي يكون فيه إن شاء الله مستشفى خاص به في إطار الشراكة اللي عندنا مع وزارة الصحة، واللي فقط الغلاف المالي الإضافي المساهمة ديال الجهة ديالنا ستتعدى 24 مليار سنتيم. 24 مليار سنتيم، اي بواحد النسبه ديال 20% من التكلفه الاجماليه اللي فيها واحد 2 ملاير ديال الدرهم ديال المستشفيات التسعه ان شاء الله في الجهه، الى غير ذلك من الاتفاقيات التي كما لاحظتم كنا منفتحين على جميع الملفات، سواء استكمال الاوراش المفتوحه او بدء اوراش جديده، وكذلك دون ان نغفل في هذا العمل ديال هذه الدوره، دون ان نغفل كذلك ما ينبغي القيام به تجاه الجمعيات وتجاه الهيئات ديال المجتمع المدني، وكذلك علاقتنا مع باقي المكونات اللي مهتمه بالتنميه في الجهه سواء مركزيا او جهويا او اقليميا. شكرا لكم.